Vous aimez les plats indiens, mais vous ne trouvez pas avec les mélanges d'épices indispensables pour cuisiner la majorité des plats indiens, qui est le garam masala. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent le tandoori, le poulet tandoori, ou qui préfèrent aussi la poudre de tandoori, le ketchup en Afghanistan. Et c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le garam masala et le tandoori masala chez vous à la maison. غادي نبداو بالغارام مسالا داكور اللي كيتستعمل بزاف غادي تحتاجو هنايا ما جي في عبرت بالعبار ديال معلقه صغيره دونك اون تيت كويير ديال لو سكون ابل القزبور يابس داكور ولا لي الكوريندر اون فيت سيشي غادي تحتاجو اوسي معلقه صغيره ديال الكمون يابس فوالا حبوب هكا الكمون ولا دو كومان vous allez avoir besoin de معلقه صغيره toujours ديال القرنفل هنايا غتحتاجوا جوج ديال ديال لي باتوني ديال القرفه خذوا هادو داكور ماشي داك اللي كنستعملوا حنا العويدات مي بلوتو لي باتوني ديال القرفه اللي بحال هكا غنحتاجوا aussi ce qu'on appelle حبه حلاوه داكور ولا لي غرين دو فنوي بون هادي سي البلديه سي بور سا صغيوره سي با نافع سي الحبه ديال ce qu'on appelle حبه حلاوه باردون دونك غتلقاوها عند العطار هنا غنحتاجوا جوج معالق صغار داكور غادي نحتاجوا aussi الحبوب ديال البزار البزار كحل دونك اللي بزار كحل غادي نديروا حتى هو معلقه صغيره داكور ثلاثه ديال الورقات ديال سيدنا موسى ولا لو لوريي 3 بتيت فوي دو لوريي اربعه ديال هادو سكون ابل مايس وبالعربيه كنعيطوا لها البسيبيسه دونك ديروا اربعه منهم Et enfin, vous avez besoin aussi d'iel nouewera, l'étoile d'anis, je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc, à dire, tu ajoutes 1/8 d'iel habbet, d'accord. Et enfin, had al hil ou la likana itolo la cardamome, on ajoute 20 petites habibet haka d'iel le cardamome. aussi هنايا هادي الا لقيتوها ما لقيتوهاش سي با غراف انا خديتها عند لي شينوا في درب عمر vous allez voir sur les stories sur instagram فين كناخذها Donc, c'est ce qu'on appelle le black cardamome. Je ne sais pas si la tarte de l'arna. Donc, c'est pas grave, franchement, je l'ai déjà faite black cardamome. C'est très bon. Donc, d'abord, je vais faire un arna de la triale ou de l'itcom, donc le mélange d'épices. Je vais faire un mkaila comme ça pour la fia. Je vais faire un iskhen pour la fia, pour la manharko. Donc, je vais faire un harko. علاش كنسخنوا لي زيبيس ديالنا باش كنخرجوا لي سافور ديالهم كيكونوا كيعطيو بلوس دو غو اي اون ميم طون كيجيو ساهلين في الطحين دونك هما لي زيبيس ديالي من بعد ما سخنتهم درتهم في بلاندر ديالي ولا الطحانه ديال لي زيبيس وغنطحنهم دابا les amis الا غتستعملوا ديك البلاك كاردامون الا لقيتوها فرانشمون انا ما كنديرهاش دائما دقوها دابور بالمهراز باسكو قاصحه لا تخرج لكم على لو روبو ديالكم عاد ديروها بار لا سويت ها هي لا بودغ ديالي من بعد ما طحنتها كتكون بحال هكا مي هي دي فيبر كيكون وسط منها دي فيبر نو اون ريشارج داك العطرين بودغ بيان ليس دونك غناخذو ان بتي غربال كوم سا ولا شبيكه ولا صفايه اللي عندكم وغنغربلو باش تهبط غير ديك لا بودغ صافي دونك اون فيت ها هي ديك لا بودغ ريغاردي كي كتولي مصفيه هكا العطريه ديالي وهادي شنو غديروا كتبقى بحال هكا شنو كتصفيوها مزيان وتعاودوا تطحنوها وتعاودوا تغربلوها حتى ما كتبقاش فوالا دونك غارام مسالا ديالي ها هي واجده 5 مينوت فوالا غادي نديرها في قريعه دونك كانت عندي ديجا غنزيد عليها هادي و vous pouvez la conserver هنايا وتستعملوها في كاع لي بلا انديان ديالكم دونك لا va réaliser la poudre de tandoori ou la le tandoori masala donc pour ça il vous faut جوج معالق صغار ديال الكمون يابس دونك لي غران دو كومان deux petites cuillères aussi جوج معالق صغار ديال القزبور يابس اللي هو هادو لي غران دو كوريندر خصكم عاوتاني معلقه صغيره ديال حبه حلاوه اون ابي حبه حلاوه ولا سي دي لي غران دو فنوي دونك هما غيخصكم aussi ثلاثه ديال دونك 3 باتوني دو كانيل دونك ها هما هنايا خصكم عاود الكاردامون دونك بور الكاردامون اولا الهيل هنايا خديت 14 حتى ل 15 الحبه ديال الهيل اولا الكاردامون القرنفل aussi عندنا معلقه صغيره ديال القرنفل معلقه صغيره ديال البزار حبوب ها هو بزار بوافر نوار وهذه النويويره وحيده ولا استغانيس كون ابل استغانيس اي aussi غادي خصكم سو كون ابل حنا البسيبيسا ولا مايس دونك خصكم فوزالي بروند واحد دو بيس ديالها اي فوالا
دونك ابري غيرسكم اوسي هذا السكينجبير اليابس دونك مو جي بري واحد جوج طريفات هكا صغار ديال السكينجبير يابس والفلفله الحاره دونك سودانيه على حسب الذوق ديالكم مي نورمالمون لا بودر دو توندوري كتجي حاره هنايا نورمالمون خصكم واحد الخمسة ستة بحال هكاك سا سي المينيموم باسكو دو توت مانيير كيدار مع لو ياغورت او لو ياغورت كيكون كيهرس داك الحراره دونك غنديروا لا ميم شوز كو توت الوغ غناخذوا هاد لي زانغريديون كاملين وغنديروهم في مقله وغنديروهم يطيبوا ان تي بو فوق العافيه كما سا دونك ها هي العطريه ديالي سخنات غير ان تي تي تاستوس ولا كيك شوز دامبورطون بالنسبه للسكينجبير يابس كيكون قاصح بزاف باش ما تخسروش لي روبو ديالكم مو سكو جو في سي كو جو برون ان موتي بحال هكا مهرس كنطحنوا كنهرسوا شويه مزيان عاد كنديروا في لو بلاندور ولا في لو مولان ايبيس ديالي باش كنطحن العطريه ديالي اي اوسي باش كنعاونوا شويه كنهرسوا حتى القرفه راه كتهرس فاسيلمون ملي كتكون سخونه Et voilà, donc d'abord, vous avez votre garam masala et votre tandoori masala que vous pouvez utiliser pour les recettes indiennes. Bon appétit!